ناي نا نا ناي ناي شاي ناي نا نا ناي ناي شاي ناي نا نا شرم. ايه المزة الجامدة دي؟ لوك لوك على الهلا وحلاوة في بلدي وناكاوة ونكاوة. لوك على الهلا وحلاوة يا عدوي في بلدي وناكاوة ونكاوة. تعال لوك يا حلوة زيز بلدي، تعال انتك صندوق احبك يا باكي نام لما بابا ينام. I am busy، ما تيجي انجزي، ما تيجي نيو جيرسي ونرجع مرسي. Come here my name is سمير. لا هي وصلت لكده والنعمه ما وسخ ايدي يا ابو العيون. يا بنت عواطف تعالى يا ابو العيون. في يا بنت الامامير دول بيعكسوا. عكسوك انت؟ اه. ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ازاي الكلام ايه يا قمر؟ يلا هات انت وهو يا يلا هات انت وهو يا سبتوا كل اللي في امريكا وجايين تعكسوا المدام. ولا يهمك يا بنت. تسلم يا ابو العيون. بقول لك ايه، انا جعانه، ما تجيب لي بسكوت من ده. من ريد؟ اه من ريد. جوت ويل. اي هاي. اي يا توينكز يا واو يا سلام. وايه وايه ده؟ $3. يا عم عم $3 ليه يا عم؟ ده عندي كشك اخو شكري في المطريه بتاخد 4 من دول. ها؟ 4 من دول مع 2 كنز من اللي هم الازاز ب1.5 جنيه يا عم. في ايه؟ في ايه ده؟ كشك اخو شكري ده احلى كشك في مصر كلها. حادثه مروعه نتيجه اصطدام تريلا كبيره بكشك اخو شكري، مما اسفر عن قتل شكري وشلل اخيه واصابه امه بالهبل. اخو شكري مات يا باشا، اتصرف يا باشا. ود اوكي وهات الباقي. الباقي تمام كده. تسلم. ثانك يو يا ابو العيون. الله يخليك. خد يا بت، خد يا بت اهو كل يا ايه ايه انت قلت لي ابو العيون؟ ايه انت عرفت منين ان انا ابو العيون؟ مين في امريكا كلها ما يعرفش ابو العيون؟ ده الرئيس مستنيك. هو الرئيس جه هنا اهو امريكا عندكم؟ رئيس الامريكي. الرئيس الامريكي المؤقت؟ يهوي الرئيس عارف ان احنا هنا؟ اتكشفنا عشان من الصبح عماله تقولي لي يا ابو العيون يا ابو العيون. اه عارف اهو، من غير مستر، من غير مستر. منك لله منك لله. هنعمل ايه دلوقتي؟ نقول لك ايه؟ يلا نجري يا بنت، اجري اجري اجري. رايح فين يا ابو العيون؟ انا العميل السري كريستيانو رونالدو. عشان كده لا بالشرطة. انا يا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه ايه البتاع اللي انا اكلته ده؟ معلش. لا 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 على مهلك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تياتروما أكيد هيقعدوه على جهاز كشف الكذب. ما تقلقش يا باشا ما تقلقش، أنا جهاز كشف الكذب ده مدربه عليه 100 مرة قبل ما يسافر، ربنا يستر. طب وأنتوا عرفتوا منين اللي هو هيقعد على جهاز كشف الكذب؟ إحنا بنتقي يعني. يا باشا إحنا بنتخيل يا أستاذ في المصير، يعني ما تقرفناش يعني، ما نقول جملة تعالى معانا. ربنا يستر ربنا يستر. ما تتعبنيش يابا، ما أنا بقول لك مدربه ما تقلقش، أنا 100 مرة مدربه على الجهاز ده قبل ما يسافر. صحيح اللي عندنا بايظ بس. تدوسيني امتى امال؟ الكلام ده في الافلام بس يا ابو العيون. طب هنصور افلام مع بعض امتى؟ خلينا في موضوعنا، ايه اللي جابك امريكا؟ الصراحه الصراحه من غير لف ودوران، ولا عايزه من ابو لف ودوران؟ لا عايزه الحقيقه. الحقيقه؟ اه. انا جاي احسكوا. اهو اعترف من غير حتى ما يقعدوه على جهاز كشف الكذب. موت نفسي. ايه ده؟ كشفنا كلنا كده. سد خرز. مين اللي مين اللي قالك تعمل كده يا ابو العيون؟ صراحة اللي قال لي اعمل كده الصراحة الصراحة
هو الدكتور بنهاوي من بنها هو حضرتك يعني. اتطرف عليا ابن الرجاء. ايه؟ راح الفرح وجه. انت بتعرف تتكلم انجلش يا ابو العيون؟ لا انجلش ما بعرفش، بس انجليزي تلاقيني مية مية يعني. هايل يا ابو العيون. الله يهيلك. ايه؟ خلاص كده الاختبار خلص. خلص؟ اه. يعني انا نجحت؟ اه النتيجة كويسة. ربنا يخليكي. طب انت وراكي حاجة بعد الظهر؟ متكسفنيش يا ابو العيون. يلا يلا بابا. يا امريكان يا جامد انت. تعالى. شفت البنت اللي كانت معايا دلوقتي؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ وعمالة عاكس في البيت وعمالة لغيها، ها؟ وانتي ولا بتغيري عليا يعني ولا حاجة يا بنت عواطف. أنا مش عواطف. مش عواطف؟ أمال انت مين؟ أنا الملازم هيلين جورج. جورج ازاي؟ بقيتي جورج امتى؟ أنا اتجننت من 15 سنة عشان أجيبك هنا يا أبو العيون. يعني أنت قصدك تجيبيني هنا هو أمريكا؟ يعني أنا مانع نفسي طول الخمس سنين اللي أنا متجوزك فيهم ومش راضي أحسدك وفي النهاية تطلع عميلة لهنا ضد يا بنت اللذينة. لا يا أبو العيون، حتى لو حاولت مش هتعرف تعمل معايا حاجة لأني مأمنة نفسي كويس. همسة وهمسة عليا، همسة وهمسة عليا. همسة وهمسة؟ همسة وهميسة ايه؟ ده انت بتشرب المش بالشاليمو. همسة وهميسة ايه؟ على مين يا ما؟ ايه الدماغ الجامدة دي يا بت؟ ايه يا بت الدماغ الجامدة دي يا بت؟ وايه يا بت التفكير اللي انت بتفكريه ده؟ نو بليز ابو العيون، احنا بينا عيش وملح. ماله مين؟ وايه الرجلين اللي شايلاكي دي يا بت؟ لا يا ابو العيون، ابو العيون مين؟ النسر المصري شق السما وعبر وعمل أكبر ملحمة والناس اتكلموا علينا ونلو. لا أي خدمة باشا، أي خدمة. مية مية يا أبو العيون. كمل. حاضر ركز. حاضر. تكلم مين؟ ارجع ورا. إيه ده؟ مش أنت القرد اللي بيطلع في الكرتون؟ اللي هو بيشيل الشنط ده يا عم. مش أنا اللي هو 3 ديز. لا مش انا، ارجع ورا. مش انت اللي باك؟ ليه باك؟ ايه في ايه؟ سيت داون. ايه؟ سيت داون. ابو العيون اقعد. ايه؟ اقعد. اقعد اقعد. مستر بريزيدنت اوف امريكا، السلام الوطن الجمهوريه امريكا. مين ده؟ باراك اوباما. ده باراك اوباما؟ ايه؟ ده بريك اوباما. باراك ازاي يا عم؟ يا عم التاني اسود، ده ابيض وده رد يعني. هو الرئيس الخفي، انا اللي بظهر. ايوه بس التاني طويل، ده هوت شورت. هو الخفي، انا اللي بظهر. ايوه بس التاني رفيع. عليا الصلاة، انا اللي بظهر. دي احتياطات الامن يا ابو العيون. احتياطات الامن. yeah. بس السلام الجمهوري بتاعكم ده، دي الاغنيه بتاعت الاستاذه صفاء ابو السعود اللي ياما كنا في الاعياد بنقعد نحتفل وبنقول اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. خدتوا الاغنيه بتاعتنا ليه؟ ايه الارتفيشال ده؟ احنا اخذنا حاجات كتيره منكم يا ابو العيون. خدتوا هجات كتير؟ أخدنا هجات كتيرة منكم. مش دي وبس، احنا لسه واخدين آخر أغنية كسرت الدنيا في مصر كلها. أغنية إيه دي؟ جاني يا كريستيانو. أوكي. ألو يا حبيبتي، أنت وحشتيني قوي. يو دونت تيك أم. مش هروح. يو دونت تيك أم. مش هروح. العقل من جوا تغيير والدم يغلي انا سهير، اصل البنات اهوى اميل ترقص وتسهر تتمايل. ميلي يا بنتي كمان ميلي. ها ها ايه؟ ايه رايك يا ابو القيوم؟ كويس ان انتوا خدتوها. كويس. رايي في ايه؟ حتى اغاني المهرجانات خدتوها، وخدتوا كمان الاغنيه بتاعت الاستاذه صفاء. بقول لك احنا اشترينا حاجات كتيره منكم الفتره اللي فاتت. يعني فتره ايه اللي فاتت؟ فتره اللي فاتت.
احنا اشترينا حاجات كتيرة كتيرة من نقطة الفترة اللي فيه زي ايه؟ يعني اشترينا اغنية صفاء ابو السعود دي، واشترينا مهرجان مش هروح، واشترينا توم نجيبنا رومي من الله رجب مع زيتون اسمر، كان ارض تحفة على بعضه كده. اشتريتوا ارض؟ اشترينا ارض تحفة على بعض. اشتريتوا ارض من مصر؟ اوفر اوفر، قولها بالعربي. يعني كل الحاجات دي اشتريتوها من عندنا، دي حاجاتنا على فكرة يعني. لا احنا اخدناها يا ابو القيوم، منور امريكا يا ابو القيوم. ايه رأيك؟ امريكا احسن ولا مصر؟ الصراحة الصراحة يا رب يقول امريكا يا رب. الصراحة الصراحة مصر احلى بكتير يا عم. هجوم جماعة بلطجية على بعض المنشآت الهامة بالقاهرة. غريبة، مع ان امريكا فيها حاجات كتير حلوه. كريستيانو، اوكي هقوله. احنا مثلا عندنا قدام البيت الابيض بسين كبير يشيل 4 مليون مواطن امريكي كل يوم الصبح، لدرجه ان انا مش بلاقي مكان انزل فيه. بلاقي مكان يعني اكتب لي الترجمه بتاع يعني بسين، هو ده اللي انتوا عاملين فيه منظر يعني؟ بسين قدام البيت الابيض؟ بسين مين يا عم؟ يا عم اتفرج على النيل عندنا بقى. النيل من اسوان لغايه رشيد، وكفايه تمشي كده على كبر قصر النيل ساعه العصاري وانت بتاكل ترمس كده، يا سلام على الحلاوه. انهيار كوبري قصر النيل وهروب الاسدين. موت في ايه؟ أمال إيه؟ تقولي طب سيبك من النيل ومن الحاجات دي، إحنا عندنا هنا هوليوود، إنتاج أفلام، ريد كاربت، عندنا كل حاجة في الإنتاج. أفلام إيه اللي عندكوا؟ يا دي أفلام اللي عندكوا، أنتوا بتعرفوا تعملوا أفلام؟ روحوا اتعلموا من السبك يا ابني. يا ابني شوف الأفلام يا ابني، وقلب الأسد بقى محمد رمضان وهو بيغز الواد بالمطوة وبعدين يضربه بالسنجة وبعدين يضربه بالخرطوش وبعدين يضربه بالمولوتوف. لازم الأجيال الجديدة تبقى متعلمة يا ابني، لازم. انفجار السبكي والقبض على الممثل محمد رمضان في كمين المرج الجديدة. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مال انا بقى؟ باش انا بقى هجيب لك الناحية. امريكا طول عمرها معروفة بالمزز، يعني كل رجال العالم يجوا هنا عشان خاطر المزز. يعني احنا احسن بنات في العالم. انتوا احسن بنات؟ عندنا يعني احسن بنات. لا وانتوا احسن بنات واضح يعني، ما هو ده استحالة يبقى بنت واحدة أبداً يعني. لا صراحة ما أنتوا لغويين بقى بصراحة، أحلى بنات البنات الأمريكان. إيه ده؟ إيه الشعر الأصفر والعينين الملونة واللون الأبيض؟ أحلى بنات الأمريكان. انتشار مرض دوت البلهارسيا بين الجميلات الأمريكيات بشكل مرعب وفظيع. المصريين هم عدوية وعزم وهمة، المصريين هم عدوية وعزم أي خدمة باشا، أي خدمة. عايزين حاجة تاني؟ كمل كمل. احنا عايزين سلامتك يا ابو القيوم. الله يسلمك، بس يعني انا واضح ان في تفاهم بينكم انتوا الاثنين، يعني فاهمين بعض لدرجة انت الرئيس وهو اللي بيظهر وانت الرئيس، يعني فاهمين بعض واضح يعني. انت همار يلا؟ انت هبل؟ انت متخلف؟ انت هبت منك؟ مش عارف انت بتكلم مين؟ مين يعني؟ لو انت راجل خليك هنا. انا واقف. تمام. ايوه حمادة. تعال وهات ميكروباص معاك. عبي رجالة حمادة، أنا معايا هوار كبير عند البيت لاب. تمام تمام يا حمادة، خليه يجيب خرطوش معاه. وهات خرطوش معاك يا حمادة. سينج أوفر. وسينج أوفر يا حمادة، يلا عشان دي آخر دقيقة أنجزه، اللي عايز حاجة يقول. يلا. أنت شاحن بكام؟ أنا شاحن كارت فكة، يلا يا جماعة. خليه يجيب مطاوي. وهات مطاوي يا حمادة. تمام. لا إله إلا الله هوبي، سلام. وربنا يسهلك. تعرفش تعمل ايه؟ يا جماعه يا جماعه اهدوا كده اهدوا كده وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله سبحان الله. اهدوا اهدوا يا جماعه، ده المصارين في البطن. ايه البطن دي كلها؟ خلاص اهدوا اهدوا اهدوا. ابو العيون. نعم. احنا عارفين انك جاي تهسد امريكا.
انتوا عرفتوا منين؟ احنا بنقرا في كل حاجه. امريكا قدامك احسدها. احنا مش هيأثر فينا حسد لان الناس هنا بتشتغل وشقيانه وتعبانه. جرب. اجرب ايه؟ احسدكوا ليه؟ ايه اللي عندكوا حلو يعني عشان احسدكوا عليه؟ انتوا شايفين ان انتوا اسياد العالم، اسياد العالم ب 400 سنه، احنا تاريخنا 7000 سنه. لو انتوا فاكرين ان انتوا ممكن تتحكموا في العالم وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه انسى. مصر دي كبيره قوي يا اوباما. ادخل الرقصات؟ تدخل الرقصات. حاضر. وكان مولاي شديد العنايه في اختصار اختيار الراقصات. ما كانش يختار اي رقاصه الا على الفرازه، ما فيهمش ولا غلطه. فلتدخل الراقصات. ايه ده؟ موسيقى غربي في بيت السلطان؟ لا لا لا، انا ما اسمحش بده ابدا، حتى ولو على سبيل الافيه. سلامة، ده بتستهبل يا سلامة بتستهبل؟ انا اسف جدا يا مولاي، سموك ارتاح انت وانا هتصرف. طيب باشا ارتاح. اتفضل سموك، اتفضل. يا أنجا يا أنجا يا سلام في يا سلام مزيكا تتاري في بيت السلطان سابلي يا سلام انا هجل اللي انا فيه ده مش على الفاضي يا سلام في الغدا جايب لي علبة كشري بثلاثة ايه ده كنت عايز علبة كشري بكام علبة كشري بخمسة ده ليه زيادة لا انا اجيب لك الحلة اضربي منها على طول بقى ماشي انا مش فاهم سر تمسك مولايا بيك انت دونا عن بقية الراقصات يقول لي هات لي الراقصات دي هات لي الراقصات دي سحراله ومال يعني انت ماليه المسرح كله يا ماما انا مش فاهم يا انجا والله انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني ضيق انا غلطان انا غلطان امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات اوعى الديكور يا مولاي يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. ايه رأيك يا مولاي؟ لا انت اللي انت اللي مولاي. انا سلامة انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا زلمة. هل يا مولاي؟ هل يا مولاي؟ التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي هيفكروا يخشوا مصر يا ابني مصر بلد الامن والامان. مصر متأمنة من كل حتة. يا سلامة. أنا هشرح لهم، اتفضل أنت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان، الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع، لو التتار فكروا إن هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام، طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع إيه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع. هيقطعوهم هيقطعوهم طب لو عدوا ال 8000 دول لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقه 5 خمسات دي لو نمله فكرت بس تخش القصر هتتقطع يا سلام طب ولو التتار عدوا فرقه ال 5 خمسات دي هيبقى الوضع ايه الوضع زباله طبعا لا بس موجود مولاي مولاي طبعا هيوقف لهم بسيف البطار يبقى حظهم اسود ايوه طبعا انا هطلع لهم وعلى انا عايز اقول لكم يا جماعه مصر متامنه من كل حته وعلى راس البلاد سلطان جائر
مولاي الحق مولاي ابعدوا محدش هيخش الأرض ولا ملعوب بقولك ايه ما تستهبلش في ايه التتار دخلوا يا جدعان التتار دخلوا ايوه دخلوا مصر ايوه دخلوا خلاص طب الخمس تلاف جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه قتلوهم كلهم يا نهار طب الثمان تلاف جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق مشانق ايوه جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ يا سلام يا سلام عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000 ما تقلقش يا مولاي انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر سموك يا مولاي انا بقول لك يا مرعوب انت متاكد ان هم جايين على هنا فعلا بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه اجري يلا اجري من هنا يا مولاي ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي معقوله ما انا هقول لك يا سلامه انت بقى حضرتك يعني خلي بالك من العيال أنا خلي بالي من العيال حضرتك خلي بالك من العيال وأنا كده هموت بس أهم حاجة الختم ده بيثبت إن هم الورثة الشرعيين جهاد ومحمود حاضر يا مولاي تمام اتكل أنت معاهم ماشي مع السلامة مع السلامة بابا أنت رايح فين؟ أنا هقول لكم يا أولاد أنا رايح أجيب الدب من ديله بس على ما لاقيله ديل وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل رايح اجيب الدب من ديله بس على الله لاقيله مع السلامة عم فؤاد مع السلامة تعالوا يا اولاد تعالوا ما تخافوش انا معاكم مش هسيبكم ابدا لغاية ما التتار ييجوا ويمشوا من هنا ما تقلقوش يا اولاد تعالوا احنا التتار احنا الاشرار بس في كله مختلفين في تتاري صغير وتتاري كبير وانا تتاري ما بين الاتنين ربع ها نص ها كيلو عبيله واديله فين الملك فين انا هقول لك الملك فين هو الملك هرب بس من هنا مشي من هنا كده في كوريدور كده هو بعديه زي امريكان كيتشن واخد بالك بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده هو بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري ها خش هتلاقي الملك مستخبي جوه خلص عليه بالبتاع الخشب الف شكر يا عم سلامه لا ده احنا عنينا للتتار ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري بالاربع ايام عشان ياخد الفيزا يعني لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى طيب ماشي الف شكر استاذنك بس في كرسي العرش طبعا ما دام احتلت مصر جت على الكرسي خد الكرسي الف شكر مع السلامه ربع ها نص ها كيلو هات الكرسي وشيله وهنحكم كده يا سلامه سلمت يا بابا سلامه خاين سلامه قاتل روح اتبع على الحيطان اجري خاين سلامة قاتل ياد غور ياد اتكل على الله سلامة خاين سلامة أنا بعمل كده يا أولاد عشان مصلحتكم عشان محدش يعمل فيكم حاجة معلش أنا معايا الختم بتاع أبوكم أنا مضطر أعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا أولاد ما تخافوش أنا معاكم هاتي إيدك يا جهاد أوعى تقرب لها سلامة سفاح اكتبها برضو على الحيطة اكتبها يا سلامة ايدي ما لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه انت ما عندكش دم يا دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري انت هتشتغلي جارية وانا يا سلامة وانا انت هتشتغل جاري مع اقرب تاجر جواري هبيعكم يا اولاد بس عينيا هتبقى عليكم ما تقلقوش جارية للبيع جاري للبيع اي حاجة قديمة للبيع جارية للبيع جاري للبيع اي حاجة للبيع
يا عم يا بتاع الجواد. ايوه. لو سمحت تشتري الجارية دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا انا ما بشتريش، انا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل اللي تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمان. ماكسيمان؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربية. يلا يا جهاد، يلا يا جهاد. اوب امسك. اوب يلا يا محمود. يلا خلي بالك منه. كريم مش هوصيك. تقلقش. خلي بالك منه. مع السلامة. مع السلامة يا جهاد، مع السلامة يا محمود. يا بعد العز اللي كانوا عايشين فيه ده كله، بعد القصور وريش النعام والدوناتس والمشط وبوتيتوس، هيروحوا ياكلوا فول وطعميه وفسيخ من نبروه. لا، العين اللي شافتهم في العز ده كله ما ينفعش تشوفهم وهم في البهدله. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. ايه الاستجابة السريعة دي؟ جارية للبيع، جاري للبيع. انت الراجل يا بتاع الجواري. ايوه يا ست مانجا. عندك جواري طازة؟ اه طبعا، امال ايه؟ الجارية دي لسه بشوكها على الزيرو. طب طلع لي الجارية وعلبة السوبر. طيب. يلا يا بت. هطلعها لي على كام؟ 50 دينار. لا لا لا، هما 30 مفيش غيرهم، هنزلهم لك في السبت. طب ما تهزيهم شوية. اهو. يلا يا بنت اطلعي. رجع جهاد، رجع جهاد، ما حدش يقرب لها. بس ياض، بقولك ايه يا ست مانجا؟ ها؟ تاخديش الواد ده كده فوق البيعة فري؟ اعمل بيه ايه؟ ده انا عند حريم السلطان. الواد ده هيبقى مملوك كبير وهيأثر في الاحداث اللي جايه. يأثر يطول، ماليش علاقه. محمود ما تسيبنيش يا محمود. خش يا بنت جوه. محمود هي كلمه. انا لازم اشوفك يا محمود. جابوا لي خميس وجمعه. ياض خلاص. جارية للبيع، جارية للبيع، يا عيني بيع. جارية للبيع. يا أهل مصر، فاتت سنين وسنون وسنان، وكبر محمود وكبر الجهاد وكبر كمان سلامة، ومن ساعتها وأنا ماشي في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق ماشي بنادي وأقول أنت فين يا محمود؟ أنت فين يا جهاد؟ وارجع تاني واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واغير في الاداء عشان الناس ما تملش واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واقوم داخل باداء مفاجئ ما يتوقعهوش حد ابدا واقول انت فين يا حوده؟ انت فين يا بنت جهاد؟ لكن محدش بيرد عليا، والناس في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده؟ الصوت ده أنا مش عارفه. مين؟ أنا محمود يا سلامة. محمود؟ وأنا إيش عرفني إنك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجة. حسس. نرواية محترمة عيب. لا أنت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتأكد إن أنا محمود. المسني. نفس الحبر من نفس الحبارة. محمود يا أخيرا لقيتك يا محمود، كبرت يا محمود كبرت،
وإيه اللي في وشك ده يا ابني؟ شنب. كبرت وبقيت تلزق يا ابني ما شاء الله. وشغال فين دلوقتي يا محمود؟ أنا بشتغل قائد جيوش مصر مع الأمير عز الدين أيبك. قائد جيوش مصر والشغلانة دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود انت عارف من ساعة ما بعتك انت وجهاد وانا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود عمال انادي واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ سلامة انا هنا يا سلامة. ودايما اسمع التهيؤات. لا مش تهيؤات، انت تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني انا نادي عليها هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة انا هنا يا سلامة. اهو اهو سامع اللي انا سمعته؟ ايوه. طب شايف اللي انا مش شايفه؟ ايوه. يا سلامة انت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بس بصلي حرام عليك. بقول لك اعمى يا هبلة، اعمى اعمى. ايوه يعني ما بتبصليش. ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمة. دي اتجننت البت باين ولا ايه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقول لك خشي جوه. انت فاكره نفسك ايه اميره؟ ده انت جاريه جربانه. خشي جوه كملي رقص. انا ما بعرفش ارقص. من خفتك يا موكوسه، ده انا جايبه لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. اعمل ايه تاني؟ اجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده أكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان. طيب أنا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. ها هتقابل واحدة هناك اسمها أنجا، قول لها أنا جاي من طرف سلامة بأمارة. ها هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامة هجيب جهاد يا سلامة. مع السلامة محمود. يا أخيرا لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. أخيرا. وبكده يكون انتهى المشهد الأولاني، والمشهد الثاني هيدخل وراه على طول من غير استراحة ولا حاجة. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عبد عزيز. الله ينور يا حاج أحمد. انزل بالمنظر يا عم. انزل يا حاج. أيوة. اوعى دماغك يا اوعى دماغك. اتكل على الله. انزل كمان شويه. الله ينور يا عم احمد على الاضاءه. الله ينور. يا سلام يا سامي يا سلام. الله ينور يا اولاد. الله ينور. وبكده بقينا جوه قصر شجره الدر. شجره الدر اللي كانت متجوزه الملك صالح نجم الدين علي ايوب ابراهيم السيد باين. ولكنه مات بالهارت اتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر انها تتجوز تاني، لان كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان اهلا 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 بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايما ما بين اقطاي وعز الدين ايبك. مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، أو انتوا اللي هتشوفوه. أنا مش هقدر أشوفه لأن أنا أعمى. قمر يا مولاتي قمر. تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يطولوا. ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي أنجا. ابعدوا يا سفاحين، محدش يقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. ملكة أنجا حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. أنجا. أنا آسف يا مولاتي. مولاي اكتر اقطاي بره، اعمل ايه؟ اقطاي دايما مواعيده مظبوطه. ده انت تظبطي عليه الديك لما يدن. انت عرفتي منين يا سفه؟ مرعوب. انا اسف يا مولاتي، اخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا اعمل ايه؟ خليه يتفضل. حاضر.
طب استاذن انا بقى يا مولاتي، انت عارفاني خدمتك لماحه، يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي اكتر. طيب أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام، الشعب مش لاقي علاج، شعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة، عندك السلام في المعادي، في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام ازاي؟ مستشفيات كل حته، ما عندكش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين قايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه، انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. انا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطوره عشان تبقى فاهمه. هيبقى ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. انت عايزاها تتفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعة اللي بتضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وأنا عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. انت عايزة ايه؟ عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. طب ما أنت ملكة البلد أصلاً، تشتغل لنفسك ولا ايه؟ انت شوف انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل فيه نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها؟ انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. انت فاهم ايه؟ في كباري كتير فوق، انا في الكباري ما حصلتش. انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي مش سهل، الموضوع في منتهى الخطورة. أنا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت أصبحت السلطان، ولكن دلوقتي إيه؟ إما كنت تكملي الجملة للآخر ما تقوليهاش. أنا فاضي. إيه؟ هو أنا أخمن؟ أنا أخمن أنت عايز إيه؟ انت حاجه صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلام فاضي. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره، وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا جيلا بعد جيل، ان شجره الرز باقيه والاشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقطاي بيهددني، يا إما هو يا إما الفوضى. مولاتي الحي الحي. في إيه يا مرعوب؟ القائد عز الدين قايبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي ايه؟ ده قائد الجيوش، ده انا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ عادي. ربنا يستر.
مولاي قلبك. التحية لمولاتي شجرة الدر. إيه اللي أخرك يا أيبك؟ كنت مزنوع على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة زبالة، في عربية نص نقل محملة مماليك قافلة طلعت الكوبري. أنت هتكذب عليا يا أيبك؟ أيبك؟ اسم الأمير أيبك. إيه؟ لكن بالنسبة لك أنت ممكن تقولي لي يا بكة. بكة؟ بكبوكي بكبيكو. خلينا في المهم يا أيبك. سيرتك يا مولاتي، سيرتك بقت زبالة. الناس عمالة تقول إن القصر فيه شباب داخل وشباب خارج، ده غير إنك شجرة ومزة وقاعدة لوحدك. من الآخر كده أنا شايف إنك لازم تتجوزيني. لازم أتجوزك أنت يا أيبك؟ والله لو لقيتي أحلى مني اتجوزيه. كده فرصتك ضعيفة، وخصوصاً إن أقطاي بي نفسك. أقطاي مين يا شجرة؟ هي هربت منك ولا إيه؟ أقطاي ده كل الناس بتكرهه ونزلوا الشوارع وقالوا له ارحل ارحل. يعني بيحبوك انت يا ايبك؟ والله على الاقل انا معايا اهلي وعشيرتي، ودول ناس منظمين قوي، باشاره واحده مني يجوا يحاصروا لك المدينه ويبنوا حمامات ويذبحوا بقر هيعيشوا هنا. افهم من كده ان لو ما اتجوزتكش هتولعوا في البلد يا ايبك. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي لا سمح الله، بس برضو ما اضمنش محبيني ومريديني اللي ممكن يولعوا في البلد وبحماس. طيب بحماس. طيب افرض اني اتجوزت اقطاي. انا ما افرضش، وحتى لو ده حصل هعمل مؤتمر صحفي واعلن فيه ان نتيجه الجواز دي مزوره. انا عارفه يا ايبك انك شريف من جواك، بس انا حاسه انك مش بتحب البلد. انت بتحب الكرسي ده، وزي ما في ناس معاك في ناس ضدك. يا مولاتي يا مولاتي، اوعدك اني لو بقيت ملك هبقى ملك لكل المصريين مش لجماعتي وبس. واكبر دليل على كده اني جيت لك النهارده وانا مش لابس قميص واقي. مماليك احرار هنكمل المشوار، مماليك احرار هنكمل المشوار. يا خوفي لا تكون بتقول وعود وبترجع فيها. يا شجره القلب، يا شجيره الروح والفؤاد، حتى لو أصبحت أنا الملك ستكونين أنت السلطانة اللي فوق الكل. يعني لو طلبت منك إنك تركع هتركع؟ أنا أصلاً لو وافقت عليا كنت ناوي أركع ركعتين لله. طيب اديني فرصة أفكر. يبقى وافقتي. لا بقولك اديني فرصة أفكر. والله وافقتي. لا بقولك أنا لسه هفكر. عيني في عينك وافقتي. والله أنا لسه هفكر. يا شجرة! إيه الغباوة دي؟ أنا لسه أستنى تفكر. أخيراً وصلت للكرسي، خشب دمياطي نظيف. يا أنجا يا مرعوب. أيوه يا مولاي. يا محمود. أمرك يا مولاي. نادوا كل المنادين اللي في البلد عشان ينادي كل واحد في البلد، ينادي مع المنادين اللي أنتوا ناديتوهم ويقول إن أيبك هو اللي فاز بقلب شجرة الدر. قشطة يا مولاي. بيس يا رجالة. أنجا كل سنة وانت طيبة يا بيبي. بمناسبة ايه؟ النهاردة عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب، وانا ملك القصر ولا ملك الكبدة؟ اسف يا شباب. الكلام ده عند التتار يا حبيبي. محمود. امرك يا مولاي. انا عايز خبر جوازي من شجرة الدر يغرق مصر خلال 24 ساعة. لكن الملكة شجرة الدر لسه ما قالتش جوابها النهائي. احنا ما عندناش ملكات ليها رأي يا محمود. يعني نعمل لك ايه يا مولاي؟ اطلع الساعة 3 الفجر اعلن النتيجة؟ انت بتزعلني ليه يا محمود في ايه؟ معلش انا متوتر قوي النهاردة. لا لا انت وانت درانكينج ما بتبقاش امبورتنج يا محمود. لا. 3 الفجر ده انسب وقت نعلن فيه، نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناة التت. نطلع احنا بقى نقول اللي احنا عايزينه. نفذ انا افهم اكتر منك. ما اقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر شبرا 500 أيبك 15 أقطاي. الجبلية 600 أيبك 15 أقطاي. الزاوية الحمراء 1000 أيبك 15 أقطاي. شرقية شرقية منوفية منوفية دهلية دهلية. سحقولوا سحقولوا سحقولوا، النهاردة فرح يا جدعان.
هجومك واستولى أيبك على القصر. أخيرا حقق حلمه، وأخيرا أيضا محمود لقى جهاد. جهاد؟ محمود أنت جهاد؟ أنت محمود؟ أيوة. كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وأنت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكرة؟ فاكرة جهاد وإحنا صغيرين؟ فاكرة لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينة وقعدت تقولي إيه؟ شوفك يا بيبي. أيوة، ودي أيام طبعا حد يفتكرها. لكن السعادة لا تدوم طويلا، حيث جاءت أنجا مفرقة الجماعات وهادمة الملذات. أقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني أبدا. جهاد تعالي هنا. سيبيني خمسة والنبي أنجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما أجيبك من شعرك. سيبيني خمسة يا أنجا، في إيه بالظبط مش فاهمة؟ ممكن تتكلمي معايا أنا؟ اتوكس محمود وروحي معايا. يلا يا حلوة. باي بيبي. باي باي. يلا يا بيبي. بحبك أوي يا توحة. مع السلامة. باي 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 باي. سلام عليكم. باي باي محمود. يا حلو تعبت محمود. عمرك يا مولاي. أخطايا محمود، أخطايا احتل دقوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا أخطايا مغرقة الدنيا بالخبر. تنايم على ودانك يا محمود بيه، تعداد جشمي قد ايه يا حودة؟ احنا تعدادنا أكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على أعلى تقنية، بس دي تبقى حرب أهلية. بص يا محمود، أنا عارف إن في 73 بيلعبوا جوه القصر، وأنا بحذر بحذر، لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. أنا صاحب القصر وألعب براحتي. مولاي مالك النهاردة في إيه؟ اللي أنا عايز أقوله لك يا محمود إن أنت قائد الحرس بتاعي وأنا الملك، واجب عليك تحميني. أحميك؟ يعني أعمل إيه؟ يعني تقتل أخطاي. إيه؟ أقتل أخطاي؟ أيوة أقتل أخطاي. يعني عايزني أنا أقتل أخطاي؟ يا عم ما تعدي الجملة يا عم، خش بعد أقتل أخطاي. يعني ما تقولش أقتل أخطاي. نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، وأخطاي لازم يتقتل. أنا آسف يا مولاي، ما أقدرش أغدر، الجيش المصري واجه، ما يغدرش. بعد إذنك يا مولاي. إذنك معاك يا حودة، أديك عرفت القصر، يبقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الأحداث، في خضم كجملة صعبة جدا، في وسط كل اللي بيحصل دول، تكتشف شجرة الدر إن عز الدين أي كان متجوز قبل كده واحدة عرفي، ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل. شكلك على الأبيض، أبويا بقى الريس، أبويا بقى الريس. قال صحيح يابا أنت بقيت الريس ولا ده حوار أنت مركبه علينا؟ لا أنا اللي بقيت الريس. أخيراً وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا يا بتاعنا. ما تشدش. ما تشدش أنت. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي. خد تعالى أقول لك يا حبيبي، تعالى شوف أنا جايب لك إيه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامة. روح روح روح. عمي سلامة يا عمي. أيوة يا منصور يا. بص يا عمي سلامة يا عمي، الحسين ده حلو قد إيه؟ معلش يا حبيبي أنا ما بعرفش أبص. شوف يا عمي سلامة يا عمي، الألوان في عبقرية، بسم الله ما شاء الله. أنا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عمي سلامة يا عمي، بطن الحسين مخروطة خرطة، الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. طب اعمل ايه يا عم سلامه؟ شوفه كده. وريني وريني. والله ده ايه الحصان الحلو دون؟ يا انا هلعبك لعبه حلوه ياض يا منصور دلوقتي. الحصان ده اهو، شايف الحصان؟ هاكله جوه بطني كده اهو. ايه رايك في ايه؟ انا اكلت الحصان اهو. ما ده هيجيب لك انت مشاكل.
أنا خلاص الحصان بقى جوه بطني. أيوة أنت اللي هتتعب. ما هو الحصان معايا أهو. ما أنا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامة. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامة لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامة أنا زعبلاوي وممكن أعملها معاك. حصان. أيوة هاته. طب بص أوريك 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 أوريك. أوه طلعته من ودني، خد يا عم الحصان. ده أحسنك أنت يا عم سلامة. هو يا ابني الحصان بتاعك مش ده الحصان بتاع عم سلامة؟ بص إيديك أنا مصدع من الصوت. هات حصان. الحصان أهو يا حبيبي، أهو الحصان بتاعك أهو. عم سلامة أنت راجل كبير وقد أبويا ومش عايز أعملها معاك. يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو اهو بالوانه، بص الصنايعي اهو. يا ابويا يا ابويا خد الحصان، يا ابويا خد الحصان، يا ابويا خد الحصان، خد الحصان يا ابويا خد الحصان، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا خد الحصان. اهدى اهدى، ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر حاضر. حاضر ايه؟ هتفتح بطني حاضر ايه؟ معلش الواد عبيط. خد خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ اه عبيط، بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ شجره الدر جت جت. طب خليها تخش، بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب، اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكزم ده لا لكن يجينا ولن يجيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا؟ ايوه يا شجرة. وفهمه ان انا اللي عايزاه؟ ايوه يا شجرة، الحرب خدعة. انا مش مصدقة. طب انا هبعت لأقطاي واقول له اني ما طلبتوش. ايه يا مولاتي؟ هو نغاب القرد؟ العب يا ورداتي. ياه قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى اقطاي تاني. انت بتشبهيني بالفاسد ده؟ ان ما كنتش تشبهيني صح ما تشبهنيش. عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ اقطاي جه بره. جه لعذر، خليه يخش يا مرعوب. حاضر مولاي اقطاي. افندم انا موجود. انت عايز ايه يا شجرة العنب انت؟ كل شويه تبعت لنا ولا ايه؟ ازيك يا اقطاي؟ انت اللي بعت لي؟ ايوه انا اللي بعت لك يا اقطاي. عايز ايه؟ عايز كل خير. ولاول مره يجتمع اقطاي مع عز الدين ايبك مع شجرة الدر، وكان رابعهما الخيانة، حيث اتفق عز الدين ايبك مع اردوغا على ان يقتل اقطاي، ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغا إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرج خنجره وقتل أقطاي. مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغا وقتل أقطاي. هنا مات أقطاي ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة، حاول أن يقاوم لم يستطع، زحف زحف، ثم قام مرة واحدة، ثم وقع، ثم قام، ثم وقع، ثم قام، أمرمطك ثم وقع. قام قام وقع قام وقع تدريب ركب قام، ثم خرج زحف 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 زحف. ولكن الخيانة نتيجتها الخيانة، حيث اتفقت شجرة الدر مع أردوغا أن يقتل عز الدين أيبك، وأعطته كيساً من النقود في قطيفة حمراء قال لها عيني الجوز. ثم ذهب إلى عز الدين أيبك، سلم عليه، وعلى حين غره
أخر خنجره وقتل عز الدين أيمن. مات عز الدين أيمن وعينه على الكرسي، زحف قبله، ثم مات عز الدين أيمن. وبما إن الخيانة نتيجتها الخيانة، جاء منصور لهبل وعلم إن أبوه قد مات، تقدم وذهب إلى أبيه، نظر إليه، رفع رأسه، تأكد إنه مات، هزوا أكتر، مرمطه، بهدله، سابوا على الأرض، تأكد إنه مات، حزن منصور لهبل وقال بمنتهى القوة وبمنتهى العنف، قال ليه؟ وعندما لم يجد مجيب لسؤاله قال مرة أخرى لأنني هصلي العشاء وأخش مسجد ساعة وكان وشه أبيض زي اللبن الحليب ده كان حاجز لنا مصيف وعندما لم يجد منصور لهبل المصيف الذي حجزه أبوه تقدم إلى أردوغان وقال له إن شجرة الدر قد قتلت أبي اذهب إلى شجرة الدر واقتلها قال له عيني يا معلم ذهب إلى شجرة الدر أردوغا وقال لها مولاتي انظري العصفورة نظرت ثم أخرج السكينة واحتفل وقتلها واحتفل مع منصور كما لم يحتفل من قبل وها هي العدالة السماوية تهبط إلى أرض باليرمو وسجد لله شكراً سجد لله بعد أن قتل شجرة الدر وهنا قال له أردوغا أين نقود يا معلم؟ فقال له إحنا آخر الشهر آخر الشهر قبل رأسه ثم أخرج خنجره كرجل خائن وشقه وخرج أردوغا ومات منصور له مات منصور له مات منصور له مات متصدع مات مش نام مات ما هو كده مات؟ أيوة ميت مربع؟ أيوة كأننا في رمضان عادي رمضان؟ آه وانت إيه يعني بتموت في رمضان كل سنة يعني ولا إيه؟ عشان نتسحر وننام سحر وتموت بقى على طول؟ آه على طول مات؟ أنا بقى هي موتي بقى لو سمحت مات؟ أنا محتاج أقضي واحدة شوية لو سمحت مات منصور مات؟ آه مات خلاص مات اهو انا اموت كده حلوه دي موتة اغراء دي لا ما ينفعش مات اهو مات هموت خلاص مات مات منصور لهبل يا اهل مصر يا اهل مصر يا ما حذرتكم ويا ما نبهتكم ان التتار جايين على مصر محد صدقني محد سمع كلامي اخير التتار وصلوا مصر ها لما عمك تبغى يعدي كله يوقف قتلي هدي والسيف اللي الليلي ولا ولا والسبع كسرات والقتل في الحارات هي 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 ها هي ليلتكم بتضحك فين القائد أكتوي؟ قتلوا الأمير عز الدين أيبك لا حول ولا قوة إلا بالله فين الأمير عز الدين أيبك؟ قتلته الملكة شجرة الدر البقاء لله فين الملكة شجرة الدر؟ قتلها منصور اللهبل طب وفين منصور اللهبل؟ مات لوحده سبحان الله طب لما أحب أكلم شعب مصر أكلم مين؟
تقدر تتكلم معايا أنا. وأنت مين؟ مواطن من شعب مصر. مواطن من شعب مصر؟ شرب من نيلها وجرب يغني لها، لقى صوته وحش ركز في التمثيل. من قائد التتار ومفتت الدول باراك حسين هولاكو. احنا طبعا عارفين مدى ضعف بلدكم بدليل المعونة، فإذا قبلتم التتار أسياد عليكم ودفعتم الجزية ذهب وبترول وقطع من حدود سيناء هتستبعدوا حرب ساحقة. ها؟ اوعى تصدقوا يا محمود، قالوا كده في كل بلد راحوها وفتتوها واحتلوها. شوف اللي حصل في العراق، وشوف اللي حصل في ليبيا، وشوف اللي بيحصل دلوقتي في سوريا يا محمود. احنا بنحذر مرة واحدة، ايه ردكم؟ خشت؟ بتقول لي انا خشت؟ انت مين يا شبح؟ انا قلت ردي، قلت ردي، مش عارف مين معايا ومين مش معايا.